ما يشبه هجوما وزاريا تركيا يحتشد في العاصمة الليبية طرابلس، زيارة لوزير الدفاع خالوس أكار ورئيس أركان يشار جولير، حيث عقد اجتماعات مكثفة مع حكومة الوفاق، إضافة إلى لقاء الجنود الأتراك في كل من طرابلس ومصراتة. طبعا هذه الزيارات أتت بعد زيارات أخرى لعدد من الوزراء وعلى رأسهم وزير الخارجية مولود شوش أغلو، والذي للمفارقة سبقا قال في برلين إن الدور التركي في ليبيا استشاري فقط قبل أن تخالفه الصور القادمة من ليبيا، صور غرف العمليات والضباط الأتراك. رسميا إذن محادثات الجانبين التركي والليبي تناولت مستجدات الأوضاع في ليبيا وتطرقت إلى مجالات التعاون العسكري والأمني وأيضا برامج بناء القدرات الأمنية والدفاعية، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في نوفمبر الماضي. لكن فعليا اللقاءات المكثفة خلال الفترة الأخيرة عنوانها تطوير تركيا لقواعد عسكرية في ليبيا تحت غطاء حكومة الوفاق، إضافة إلى بناء قواعد جديدة لتدريب قوات الوفاق هناك، وقواعد ذكرت مصادر مقربة من الجيش الليبي أنها تأتي بتمويل قطري. قاعدة الوطية العسكرية كانت ربما في مقدمة هذه القواعد بعدما سيطرت عليها كتائب الوفاق بقيادة تركية مؤخرا، وكانت نصبت فيها أنقرة مضادات جوية متطورة لتكون نقطة ارتكاز أساسية في المشروع التركي في ليبيا. لكن هذه القاعدة كانت تعرضت لضربات مجهولة ليلة السبت الأحد ودمرت منظومات الدفاع الجوي التركية المتطورة، ولم يعلن أحد حتى الآن المسؤولية. فالسؤال، من ضرب الوطية؟